الآن الرجال أعظم تسترا من النساء، الرجال في يسترون معظم أبدانهم في يعني في الملتقيات وفي المجامع، لا يبدو من الرجل إلا الوجه والكفان. وأما المرأة في المجامع فيبدو معظم بدنها، المفتونات تبدي أكثر بدن، رأسها وعنقها وصدرها وظهرها، يعني تلبس ثوبا مشققا من فوق ومن تحت، والمستور مضيق، فكأنها عريان، كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. ومن معانينا كاسيات يعني كسوة لا تسترها، فهي في نظرها أنها كاسية، عليها شيء من الستر، ولكنها في الحقيقة عارية، كل مفاتنها ظاهرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.